شغفها تصميم الأزياء عشقا فامتهنت وطورت مشروعها فاحترفت الطرز الإلكتروني. إيمان تابعت مسارها في التكوين المهني واستأجرت محلا بالناظور بعد أن لقيت مرافقة لانساج. توجهت لمركز تكوين مهني وكملت خياطة، من بعد درت معابر وقريت تصميم أزياء. من بعد ما كملت التصميم اتجهت للتطريز الإلكتروني، درت فورماسيون تاع 6 شهور. من فين نروحوا للتكوين المهني نتلاقاوهم تما، اذا هما اللي مستهدفين التكوين المهني، لكن احنا وضعنا برنامج خاص بينا احنا كوكاله، وهو انه نروحوا ليهم للمناطق تاعهم لسكناهم نطبطبوا عليهم. 65% من الذين أنشأوا مؤسسات مصغرة هم من خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وبعضهم حضر لاستعراض نجاحه لتحفيز المقبلين الجدد. قسم حصيلة الدافين هذه ناقصة في ولاية قالمون، أنا هنا جينا ندخلوا في المجال هذا. المستوى تاعي محدود، رمي راني ليسي خيرت ميدان الطبخ كل بان بني بحياتي. شفت لي الخيارات وحبيت طرز الكتروني. مثلا قطاع الفلاحه، هنا بعض الفلاحين تاعنا راهم يمشيوا ويجيبوا اموال خارج الولايه، مثل مهنه الزبر. وايضا قطاع السياحه راهو كاين مشاريع كبرى على مستوى الولايه، رانا نكونوا لهم في يد عامله مؤهله للمستقبل. كاين تكوين تاهيلي من شهر الى 6 اشهر، وكاين تكوين مؤهل بالشهاده من عام الى 30 شهر. اللجنه الولائيه بقالما تعمل على احصاء جميع الطلبات المستقبليه لمرافقه المستثمرين بحسب عروض الشغل. كاين وضع اليه لتقييم كل هذه الأعمال عن طريق معرفة نسبة إدماج المتربصين واستفادتهم من مناصب عمل وإعادة تصحيح قائمة التخصصات بما يتماشى مع خصوصية كل ولاية، إضافة إلى مرافقتها بدعم الدولة عن طريق خلق مؤسسات مصغرة. الأسبوع الإعلامي التحسيسي لدورة سبتمبر بولاية قلمة دعوة للتكوين والتربص لولوج عالم الشغل ب 470 تخصصا لقطاعات اقتصادية 5.